عندما حكم الحجاج في البصرة وافق الناس على حكمه إلا الحسن البصري رحمه الله لم يوافق. علم الحجاج بذلك، أرسل إليه الجلاد وقال للسياف: حضر نفسك أريد قتله. عندما وصل الجلاد إليه أراد أن يأخذه إذا بالحسن البصري يتمتم، أخذوه إلى الحجاج. عندما دخل إليه إذا بالحجاج يقوم من مقعده ويكرم الحسن البصري ويسأله عن حاله، والحسن البصري يأبى أن يجيب، ثم أعطاه مالا فرده، فقيل له: خذه حتى لا يقتلك، فأخذه وصار يوزعه على الحرس ثم خرج. ذهب إليه السياف قال له: بالله عليك قل لي ما الذي قلته، كيف حدث هذا؟ قال: لما؟ قال: كان قد أمرني أن أحضر نفسي لقتلك. قال: عندما علمت بالأمر قلت: اللهم يا مؤنسي في وحشتي، ويا ملاذي عند كربتي، اجعل غضبه بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم.